السلام عليكم. ما الذي نراه خلال الموت؟ سؤال ربما غريب وعجيب. هل يمكن للإنسان أن يرى شيئا خلال الموت؟ ما معنى خلال الموت؟ في الحلقة السابقة كنت قدمت التقدم العظيم الذي حدث في الطب، وكنت بينت من خلال كتاب سام بارنيا Erasing Death أن عملية الموت لم تعد لحظة، وتعريف الموت قد تغير الآن، لأن عندما يتوقف القلب عن النبض ويتوقف الدماغ عن العمل وتتوقف الرئتان عن ضخ الأكسجين وأخذ الأكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون، هذا لا يعني أن الشخص هذا قد مات بما معناه أنه انتهى ذهب ولن يعود، بل وجدنا أن في حالات كثيرة يمكن أن نعود بالإنسان هذا بالإنعاش، بعملية الإنعاش، وقد تطورت عملية الإنعاش هذه ساعات عديدة بعد هذا التوقف الكامل، توقف القلب والدماغ والرئتين، مما يسمى طبيا بالموت، الموت الجسدي أو البيولوجي، بساعات عديدة وصلت الآن إلى حوالي 18 ساعة، خاصة عندما نقوم بتبريد أو تثليج الجسم هذا. لذلك قلنا هذه لها تداعيات هامة جدا. ما معنى الموت؟ الموت صارت الآن عملية أو فترة انتقال من هذه اللحظة الأولى التي هي بداية الموت وليست هي الموت حقيقة، إلى أن يتم الموت اللاارجعي الذي هو وصول خلايا الدماغ والأعصاب إلى التفكك، بحيث أن المعلومات التي تحملها، الذكريات التي فيها، النفس أو الذات، من أنا، التي هي مخزنة في هذه الأعصاب، هذه تتلاشى وتختفي، حينها نقول أن هذا الشخص قد مات. وقد قال بعض الأشخاص على اليوتيوب وعلى الفيسبوك إلى غيره، يعني من خلال التعليق، قالوا ولكن نحن نعرف الموت بخروج الروح. ورددت ببساطة: ومتى تخرج الروح وكيف؟ كنا نعتقد أن عندما يتوقف الجسم هذا عن العمل تماما، ليس هناك نبض للقلب، ليس هناك عمل للدماغ، حتى بالأجهزة الطبية ليس هناك أي إشارات كهربائية من الدماغ، وليس هناك تنفس، نقول الشخص مات. وعندنا في فهمنا أن الروح قد خرجت، معنى الموت هو خروج الروح. لكن الآن الموت هذا، الموت الطبي الجسدي هذا، ليس هو بالموت الفعلي النهائي. وقلت أن سام بارنيا سألنا وقال: إذا سألتموني كم وقت يمر بين هذا الموت الجسدي وبين تفكك الخلايا الدماغية وحصول هذا الموت اللارجعي، سأقول لكم: لا ندري. هذه لها تداعيات أخرى. كنت لم أذكر نقطة أثارها البعض وكانت في ذهني ولكن نسيت أن أذكرها في الحلقة السابقة، وهي مسألة التبرع بالأعضاء. عندما يموت شخص معين ويكون قد أوصى بأخذ عضو منه، مثلا خذوا قلبي، أنا إذا مت خذوا قلبي واعطوه لشخص يستفيد منه، هذه تسمى حتى هبة، يعني هبة الحياة يقال، يعني ننقذ شخصا هكذا لأنني أعطيته أنا رئة أو أعطيته كلية أو أعطيته قلب أو أعطيته كذا. لكن قال البعض، قالوا طيب ولكن إذا الآن لم يعد الشخص قد مات بشكل نهائي، ويمكن أن ننتظر 10 12 15 20 ساعة وهو لم يمت أو يمكن العودة به، فكيف نأخذ منه أعضاء؟ طبعا الأطباء المختصون بالإنعاش ومختصون بتحديد الموت وتحديد متى نأخذ أعضاء للتبرع بها يعرفون هذه الإشكالية، ولذلك لا يأخذون الأعضاء إلا إذا أيقنوا أن هذا الشخص لا يمكن أن يعود. كيف؟ إذا مثلا حدث له جرح كبير جدا في الدماغ، يعني مثلا طلقة رصاص يعني مؤثرة جدا، أو حادث سيارة، صدمة على الرأس وهناك جرح كبير جدا، وأن هذا الشخص حتى لو عاد يعني يعود في حالة يعني شبه يعني غير حية، يعني يبقى هكذا كأن قلبه ينبض هكذا، ولكن هو ليس حيا، يعني لأن دماغه لا يعمل، لا يستطيع أن يسترجع أي شيء، لا يفتح حتى عينيه إلى آخره. لكن حقيقة أن هذه إشكالية، ما دام هناك فترة وقد تكون فترة طويلة جدا، كم ننتظر حتى نأخذ هذه الأعضاء من شخص ما أوصى هو بأخذ أعضائه أو قرر أعضاء عائلته التبرع بأعضائه؟ كم فترة نستطيع أن ننتظر؟ ننتظر 6 ساعات، ننتظر 3 ساعات، 10 ساعات، 12 ساعة، 18 ساعة، 24 ساعة، فهناك إشكالية. إذا انتظرنا طويلا جدا ربما الأعضاء هذه يعني تفقد صلاحيتها. ولكن ومع ذلك هذه يعرفها الأطباء. لذلك فور ما يموت شخص، يعني هذا الموت الجسدي، يواصلون ضخ الأكسجين فيه حتى تبقى الأعضاء هذه تعمل وتبقى صالحة، حتى إذا أخذناها بعد عدد من الساعات تبقى صالحة. المهم هناك هذه الإشكالية، ولكن معظم الأطباء يعرفون هذا الإشكال، وإن كان معظم المثقفون ربما رجال الدين الآخرين لا يعرفون هذه الإشكالية. ولهذا هذه التطورات العلمية والطبية وغيرها مهمة جدا أن يراجعها الإنسان ويعرفها. لكن من جهة أخرى كنت أشرت في آخر حلقة أن هناك تطور هام جدا، وهو الذي نريد مراجعته الآن، وهو ما يسمى بالتجارب، تجارب قرب الموت أو القريبة من الموت، أو سام بارنيا يسميها تجارب الموت الفعلي. يقول عندما الشخص هذا مات طبيا، يعني جسديا، توقف قلبه، دماغه، رئتاه، هذا، ولكن لا تزال أمامنا ساعات يمكن أن نعيد إنعاشه ويعمل من جديد، وربما يعود بدماغه بشكل كامل 100%. أحيانا لا يعود 100%، ولكن يعود متأثرا، ولكن أحيانا يعود 100%. خلال هذه الفترة يقول لدينا يعني شهادات كثيرة جدا. يقول هو نفسه لحاله سام بارنيا لديه أكثر من 500 شهادة، وذكر أسماء أطباء آخرون، منهم مثلا ريمون مودي، كان كتب كتابا منذ عدة عقود، Life After Life هكذا اسمه، قال ذكر فيه أيضا شهادات عديدة جدا. طبيب آخر اسمه جيفري لونغ قال أيضا لديه. المهم يقول لدينا الآن آلاف الشهادات من الأشخاص الذين مرت بهم هذه الفترة، ويقول أن دماغهم كان متوقفا، هنا المشكلة، ولكن عندما يعودون يروون لنا أنهم كانوا واعين. كيف كانوا واعين؟ يقولون نحن يعني كنا نرى أو نعرف ما الذي يحدث، أعينهم مغلقة ولكن يعرفون ما الذي يحدث. يقولون نعرف أن الطبيب هذا وقف هنا، ثم طلب من الممرض اعملي كذا، ثم أخذوا مني كذا، ثم حاولوا معي كذا، ثم أعطوني كذا، ثم جلس شخص جاء خلفي، ثم شدني بهذه الطريقة، ثم كذا وكذا. بل يقول أنني كنت أرى حتى الجوانب التي لا يمكن أراها من مكاني، بمعنى يقول أني كنت أرى من فوق، كأن جسدي، كأن روحي، نفسي هكذا خرجت من الجسم. هذه تسمى out of body experience، خرجت مني وحلقت هكذا في سقف الغرفة ونظرت من فوق، بل نظرت حتى من الجانب الآخر، كأن الشخص مقابلني من هناك، كأنني أنا صرت مقابلا لنفسي وأنظر من الخلف. ولذلك يقول سام بارنيا، يقول نحن الآن بدأنا منذ سنوات في مشروع بحث يسمى AWARE، هكذا Awareness during resuscitation، الوعي خلال الإنعاش. يعني كيف نتأكد علميا، يقول هذه تجارب علمية، نريد دراسة هذا الأمر بالطريقة العلمية. ما الذي يحدث للجسم؟ يقول نراقب الجسم طبيا جسديا بكل الأجهزة، ما الذي يحدث خلال هذه الساعات، وما الذي يرويه الشخص، وما الذي نتحقق أن ما رواه حقيقة حدث. منها مثلا يعني شيء غريب جدا أنا اندهشت له عندما روى لنا، وهو يقوله في كتابه، يقول صرنا الآن نضع ورقة هكذا فيها صورة معينة موجودة فوق الرأس، فوق هنا تماما. يقول حتى إذا الشخص روى لنا أنه كان ينظر إلينا من فوق خلال هذه الفترة، نقول له ماذا رأيت من هذه الورقة. يقول لحد الآن لم نجد أي حالة تمكن الشخص من إعطائنا معلومات عن هذه الورقة، التي إذا أعطانا معلومات عنها معناها أنه فعلا هو كان يرى من فوق. وبهذا المعنى، معنى أن الوعي، معنى أن consciousness، الوعي، الذات، النفس، الروح فعلا خرجت من هذا الجسم ولا تزال موجودة، وراقبت ورأت، سجلت يعني معلومات لا يمكن ترى أو تسجل إلا من فوق. قال لحد الآن لم نجد هذه الحالات المحددة، ولكن لدينا شهادات مدهشة تماما، بعضها يرويها في كتابه. يقول يروي الشخص وقال أنا عملت استجواب له، حوار معه، روى أحد الحوارات بالتفصيل على مدى صفحات. يقول قلت له طيب وماذا حدث هنا، ثم ماذا، من الذي وقف، ثم ما كان شكل هذا الطبيب، وكيف، إلى آخره إلى آخره. وقال يعطينا معلومات مدهشة تماما. الآن يقول ربما يقول الناس والله هذه هلوسة، وهذه يعني تصورات هكذا، ويعني لا نأخذها بعين الاعتبار. هكذا الناس يعتقدون أنهم رأوا أشياء أو سمعوا بعدما عادوا، سمعوا الممرضة تقول كذا، أو الطبيب روى لهم أنهم رأوا كذا. يقول أولاً هذه الحالات بالآلاف، بل هي إذا اعتبرناها على الثقافات والمجتمعات المختلفة، لأنها لا تحدث فقط في الغرب وفي المستشفيات وفي هذه الحالات الطبية. يقول عندما حاورنا الناس في العالم من أمريكا الجنوبية إلى آسيا وجدنا أن هذه الحالات تعد بالملايين، وأن الأمر هذا الأهم يقول أن الشهادات هذه تكاد تتشابه في كثير من الحالات. كيف تتشابه؟ ما الذي يرونه؟ ما الذي يقولون أنهم رأوه؟ يقولون في العموم أنهم أولا كانوا على وعي، يعني كانوا يرون أو يشهدون ما الذي يحدث. ثانيا أنهم يحسون براحة، يقول معظمهم يقولون كنت أحس براحة تامة بل كنت لا أرغب في العودة. ثالثا أنهم كانوا يرون نورا ما هكذا، وأن هناك نفق، كأنهم يقفون في نفق وأن هناك نور هناك، بل أحيانا يقولون النفق نفسه فيه إضاءات على الجنب هكذا، أو أحيانا هناك مصباح أو ضوء قوي هكذا في آخر النفق. ثم يقولون في كثير من الأحيان نلتقي بعض الأشخاص، منهم من نعرفهم ومنهم من لا نعرفهم، أشخاص هم أقارب، كثير منهم ميتون، وأحيانا كثير من الحالات يقولون نلتقي شخصا أو ذاتا، أحيانا ليس شخص، ذاتا يعني توحي بالمحبة وتوحي بالنور وتوحي بالإضاءة، يعني كأنها كذا شيء مضيء محب هكذا. طبعا يقول بعضهم يقول أنا أعتقد أن هذا هو الله، أنني كأنني التقيت الله أو وصلت إلى الله، وبعضهم يقول أنا لست مؤمنا أصلا ولم ألتقي الله وإنما وجدت نورا هكذا معين. فيقول وجدنا أن هذه الشهادات عموما هي معظمها بهذا الشكل في معظم الثقافات والمجتمعات، بل أنها بالنسبة للمؤمنين على ديانات مختلفة وغير المؤمنين أيضا كثير منهم رأوا هذه الشهادات. طيب الآن يقول هل هناك تفسير علمي لهذا الشيء؟ هل نقول خلاص طبعا طلعت الروح وخرجت ورأت ثم عادت الروح وخلاص انتهينا؟ يقول احنا ما عندنا شيء اسمه روح، يعني لازم نفهم حتى الوعي هذا، الوعي بالذات، الوعي هذا يعني ليس لدينا تعريف محدد له، بل لا حد فينا يعتقد، رغم أنه هو يقول في الأخير نتيجته يقول أنا صرت معتقدا مقتنعا أن الوعي البشري consciousness، الوعي البشري هذا هو خارج عن المادة، يعني شيء منفصل عن المادة، ثنائية. هذه الثنائية كنا ذكرناها في حلقة الوعي، مسألة الثنائية التي معظم العلماء والفلاسفة لا يعتقدون بها، يقولون أن الوعي هذا ملتصق بالجسد، ملتصق بالدماغ خاصة، ولكن هو سام بارنيا يقول أنا صرت أعتقد أن الوعي هذا شيء منفصل خارج هكذا. قال سموه روح، سموه ما تريدون، هو بالمناسبة لا يقول شيئا عن دين، لا يقول ولا كلمة عن الدين إطلاقا، لا أنا أؤمن لا أؤمن، لا اعتقادي كذا لا غير اعتقادي، ولكن يقول الوعي عندي يكاد يكون مؤكد أنه خارج منفصل عن المادة، عن الدماغ. لكن يقول مع ذلك أنا طبيب، أنا إنسان علمي، أريد أن أدرس هذه المسألة بطريقة علمية، لذلك لدي هذا المشروع الكبير الطويل متشارك فيه عشرات المستشفيات وعشرات الأطباء ولا يزال قائما، AWARE أعود إليه. لكن يقول ما هي الطروحات العلمية التي ربما يفسر بها بعض الناس، بعض العلماء، هذه الحالات، هذه الرؤى، هذه الشهادات التي تحدث خلال الموت كما قلنا؟ يقول أولا بعضهم يقول هي هلوسة يعني دماغية عقلية هكذا بسبب اختلالات كيميائية، يقول قلة الأكسجين ثم كثرة ثاني أكسيد الكربون واضطراب الهرمونات، هذا الذي يؤدي إلى هذه الرؤى، وهي رؤى غير صحيحة. يقول هذا تماما كما يحدث عندما بعض الناس يأخذون مخدرات، يقول طبعا يبدأ يرى أشياء ويبدأ يحكي ويتكلم وكأنه التقى أشخاص ولكن هو لم يحدث شيء. يقول نحن نعرف أن الدماغ حساس جدا للكيميائيات والهرمونات. ثانيا يقول بعض العلماء يقولون الاضطرابات الكهربائية التي تحدث عندما يتوقف الدماغ عن العمل، عندما يتوقف الأكسجين من الوصول وعمل الأعصاب فيما بينها، يقول هذه العملية قد تحدث هذه الاضطرابات وتحدث صور ورؤى يركبها الإنسان فيما بعد في صيغة هكذا مفهومة لها معنى، لها مغزى إلى آخره. ثالثا يقول هي ربما رد فعل نفسي أو نفساني، يعني psychological response هكذا، أنه أنا يقول الأشخاص كأنهم يحسون أنه اقترب من الموت، راح أموت، أنا ضربت برصاصة، أنا صار لي حادث سيارة، حسيت كأنه أنا راح أموت، فيقول هذا الرد فعل النفسي ربما هو الذي يؤدي إلى هذه التصورات. لكن يرد سام بارنيا على كل هذه الطروحات، يسميها الطروحات المادية materialist، يقول هذه لها ردود. أولا الهلوسة لا تكون مرتبة دائما وهي متجانسة وهي نفس الشيء بالنسبة لكل البشر. كيف عندنا ملايين الناس من ثقافات واعتقادات مختلفة ويرمون نفس الصور ونقول هي هلوسة؟ الهلوسة هذه تكون يعني ملخبطة هكذا، الصور لا غير ما تركب مثل ما نقول، فيقول هذه يعني شوية عليها علامة استفهام كثيرة. ثانيا يقول الفكرة أن هناك رد فعل نفسي وأن الإنسان يعرف أنه سيموت، يقول هذا معرفة الموت أو حدوث الموت أحيانا في لحظة هكذا، حادث السيارة، الضربة، فقدان الوعي، وبداية الجسم في التفكك، ربما يفقد كل دمه في ثواني، في أقل من دقيقة. يقول هذه لا تعطي فرصة للشخص أن ينتبه أنني أنا سأموت، وبالتالي يبدأ كأن هناك رد فعل نفساني، يتذكر ما حصل له في حياته، الأشخاص الذين عاش معهم، والداه إلى آخره. يقول هذه فكرة أنه رد فعل نفساني هذه لا تركب. المهم يقول يعني نحن علينا أن ندرس هذه الحالات وندرسها بشكل علمي، لا نقفز إلى التفسيرات لا الدينية أو الفلسفية، سواء كانت إيمانية أو إلحادية مادية أو غيرها. يقول يجب أن ندرس هذا بشكل علمي، وهذا مشروعه هو، وهذا العمل البحثي الذي يقوم به الآن منذ عدة سنوات. ويقول لها تداعيات طبية هامة جدا، لأن خلال هذه الفترة خاصة الأشخاص الذين يفقدون الوعي ويعودون بوعي قليل، بوعي منخفض، هذا يسمى minimally conscious. في بعض الأشخاص يعود يصير يعرف هكذا، يتحرك، يرى، يسمع، ولكن لا يتفاعل مع الناس كثيرا، لا يجيب، لا يتكلم، هذا minimal consciousness. فيقول دراسة طبية العلمية لما يحدث خلال هذه الفترة مفيدة جدا، حتى طبية، حتى نفهم ما الذي يجب أن نفعله مع الشخص إذا عاد، عندما يعود، بل نفهم ما الذي يجري خلال تلك الفترة حتى نعرف كيف نتعامل مع هذا المرض. المهم مسألة هامة جدا، تطورات علمية طبية رهيبة مثيرة. أدعوكم إلى متابعتنا، أدعوكم إلى الاشتراك مرة أخرى، إلى تفعيل جرس التنبيه هذا حتى تأتيكم الإشارة فور ما ننشر أي حلقة. شكرا على المتابعة، السلام عليكم.